الامتحانات يعني لحد ما كانت كويسه بتخبط بالدماغ هو الناس اللي فاهمه ايه بس بتحل. فالحمد لله احنا عدينا وخلصنا وربنا كرمنا النتيجه باذن الله والله احنا عشان نفرق احلينا مش اكتر. امتحانات السنه دي كانت عامله ايه؟ لا هو يعني بتختلف من ماده لماده يعني الرياضه كانت اصعبهم التفاضل هو كان فيه مسائل بتخبط بالدماغ اكتر يعني الاستاتيكا كان محتاج وقت اكتر غير كده لا الجبر مثلا الجبر الحمد لله كان لحد ما كان كويس الديناميكا كان الحمد لله كويس كان مباشر الحمد لله بالنسبه للانجليزي كان كويس برضه والعربي كان كويس الكيمياء كان كويس الفيزياء كان كويس الحمد لله يعني الحمد لله عدينا والله.